السلام عليكم، قناة وصفات أم فتوى تحييكم. نرحب بالمشتركين القدم وحتى جدد نرحب بهم ونقول لهم إن شاء الله المحتوى راه عجبكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. اليوم إن شاء الله راح نقسم معكم تحلية من أروع ما يكون، اللي هي البلوزة. المرة اللي فاتت درنا البلوزة الوصفة الأصلية اللي هي باللوز، عودنا درناها في رمضان اللي فات بالجوز. اليوم بإذن الله راح نديوها بالكاوكاو، نوعا ما اقتصاديه وراح تجي بزاف بزاف بنينه ان شاء الله. تعجبكم كيفيه اليوم، اذا عجبتكم ما تبخلونيش بلايك وبارطاج بين الاحباب والاصدقاء، ومشاهده ممتعه للجميع. انا جبت الكاسرونه تاعي، حطيت فيها لتر تاع الحليب مع 5 ملاعق كبار تاع السكر و 5 ملاعق كبار تاع المايزينا. بالنسبه للملاعق تاع المايزينا ما ديروهمش بومبي بزاف، يعني ما تعمروهمش بزاف، ديروهم عادي. دوك تشوفوا معايا هكذا باش تجيكم التحليه تاعكم كريموز وتجيكم خفيفه وليجير، ما تجيكمش مكتسه كي تدخلوا المغرفه تاعكم باش تاكلوها. ونجيب الفوي ولا اون كويرون بوا او ملعقه خشب، نبقى نحرك هكذا في كلش بارد في بارد المكونات حتى ينفتحوا، ما تبقاليش هذوك الحبيبات. من جهه اخرى راني موجده هنا فنجان تاع كوكاو يكون هكذا مدشش او مطحون خشين، وعندي تاني فنجان تاع ماء الزهر راح يعطيهم نكهه بزاف شابه. انا نحط الكاسرونه تاعي فوق النار ونبقى نحرك باستمرار بدون توقف، نار متوسطه حتى نشوفوا بدا يتقل. كيما راكم تلاحظوا الكريمه تاعنا راهي بدات تتقل ودير فيها دوك الفقاعات. في هذه المرحله راح نضيف الفنجان تاع ماء الزهر وراح نخليها تزيد تغلي واحد دقيقه ولا زوج مع الخلط المستمر. وبعد دقيقة ولا تنين من الخلط نطفو مباشرة النار ونضيفو هداك الفنجان تاع الكوكاو. علاش ما نضيفوش الكوكاو؟ باش ما يطيبلناش لداخل وتروحلو هديك القرمشة، ويبقى لنا هكذا مقرمش. نخلط شوية مباشرة نفرغ التحلية تاعي او البلوزة تاعي في الكؤوس او ديكوب كيما تحبو نتوما، وبعدها راح نزينوها على حسب الرغبة. وهذا على واش تحصلت باللتر تاع الحليب. نجو للتزيين تاع التحليه تاعنا، من الاحسن نزينوها بالكاوكاو ايفيلي ولا الكاوكاو مدشش او مطحون شويه خشين بيسك رانا درناها بالكاوكاو. ومن بعد تزيدوا لها رشه تاع القرفه من الفوق، لانه هذه التحليه تشبه بزاف للمحلبي اللي نديروه في شهر رمضان، عندها بريسك لو ميم كو، وتشبه للمهلبيه اللي يديروها في المشرق العربي. وفي الاخير نحطوا البلوزه تاعنا والتحليه تاعنا في الثلاجه، نخلوها تبرد مليح وبعدها نقدموها للعائله ولا للضيوف. هذا هو قوام التحليه تاعنا، تجي كريميه وتجي بزاف بزاف بنينه، عندها هذاك الذوق تاع المزهر مع القرفه، تجي فريمون روعه. ونتمنى باش تجربوها. اذا جربتوها ما تنساوش تبعتوا لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام. نشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله.